عايز اقول لك ان المنظومه التقرير جاهز. التقرير اتفضل. متشوقين نشوف التقرير اللي بالتاكيد النهارده. طبعا البعثه وصلت النهارده بعد العصر وكان في استقبالها التأكيد وسائل اعلام كثيره جدا، وبالطبع طبعا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي كان حريص على استقبال المنتخب. نشوف التقرير مراسم استقبال المنتخب والتاهل الى طوكيو، ثم بالتاكيد نتابع ونسمع تعليق كابتن ماهر همام على هذا الانجاز. لا والله احنا شعورنا كمصريين كلنا طبعا، احنا جينا اقل حاجه ان احنا نقابلهم. المنشم حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه وانا ومصر الطيران كلها النهارده بشركاتها في الحقيقه كانت بتقابل من هناك مجلس الاداره المحترم كره اليد. حاله جميله جدا حصلت لنا كلنا، ان المنتخب الثاني للعبه جماعيه، لكن مش اي منتخب، منتخب الهاندبول كمان يعني بصراحه عامل حاجات كثيره جدا. مستوى البطوله، مستوى التنافس، القوه، الالقاب او الحاجات اللي موجوده، يمكن كنا بنتناقش جوه مع المنتخب بيتكلم يعني احنا ثلاث حاجات، هي بطوله افريقيا اول مره ان احنا نفوز فيها يعني ومع المنتخب التونسي الشقيق في تونس 2021، ده يؤهلنا ان احنا نكون يعني ثلاث مزايا للفوز بالشكل دوت، بالاضافه للروح الكبيره اللي موجوده، يعني دي حاجه كبيره جدا اللي عملوه، ده حاجه كبيره جدا. لكن انا عايز اقول ان احنا تلقينا تهنئه من يعني معالي وزير الشباب والرياضه في تونس، وكان يمكن لما كنا موجودين ومجلس الاداره بالعكس كان في ترحاب وكان في حاجات كثيره جدا، لكن الجماهير دي في كل مكان يعني. ده ما يمنعش ان كان في ضغط كبير جدا على اللاعبين ان هم يعني يمثلوا بلدهم بشكل كبير، بيلعبوا بقلبهم، بيلعبوا بفكرهم، جهاز فني على مستوى عالي جدا، يعني كل الظروف في الحياه تقول ان احنا نقول لهم متشكرين ونقابلهم ونكرمهم بشكل كبير جدا يعني. ويكفي يعني تهنئه سياده الرئيس بشكل سريع جدا، ودي حاجه يعني بتدينا كلنا دفعه لعجله الرياضه المصريه، ومقابلاته وتكريمه لكل الرياضيين مصر اكيد دي كلها حاجات يعني لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها ونقول عليها يعني. الحمد لله على كل حاجه، على كل حاجه، ومصر الحمد لله يعني دايما كده تفرح الفرق المصريه والرياضه تفرح مصر. احنا طبعا شايفين دلوقتي ان الناس مجمعه ازاي، ان شاء الله احنا يعني نقدر نعد ان الوقت اللي جاي هيبقى احسن، وان شاء الله الاداء في طوكيو يبقى كويس قوي. احنا مبسوطين قوي، معانا عندنا فرقتين جماعتين الكوره والهاندبول، وعندنا الفرق وعندنا الالعاب الفرديه الثانيه، ان شاء الله يعني منتظرين حاجات كثيره كويسه. ويكفي التكريم اللي اتقال من سياده رئيس الجمهوريه، والتكريم اللي اتقال من معالي رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه، ده كفايه جدا، وده رد كافي جدا، وان شاء الله في مزيد من التكريم ان شاء الله بعد ما نشوف الدوله هتعمل ايه في المواضيع دي. الحمد لله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ونتيجة اجتهاد كل أفراد الاتحاد من أصغر واحد لأكبر واحد، نتيجة جهد مدرب أكثر من رائع وكوتشنج حاجة على أعلى مستوى. الحمد لله كل لعيبة كان عندها ثقة بالنفس عالية جدا، فوزت حوالي أعتقد حوالي 15,000 متفرج مثلا موجودين في الملعب عندهم ثقة بالنفس، قدروا يحققوا نتيجة ويسيطروا على المباراة من أول ما تقدموا لحد نهاية المباراة وبفرق كبير، كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، مش مشكلة يعني اللي حصل، يعني كان أهم حاجة بالنسبة لي إن احنا نكسب البطولة. الحمد لله الرجالة قامت بالمهمة الحمد لله، وإن احنا نقدر نكسب البطولة في تونس بالذات، فدي حاجة كبيرة لينا، وإن هي مؤهلة لطوكيو دي حاجة أكبر، كان حلم لينا بقالنا كتير من ساعة ما خسرنا منهم في الجابون، ده كان بالنسبة لنا كانت صدمة، فصممنا إن احنا نكسبهم في تونس وربنا كرم الحمد لله. بطولة صعبة جدا، بس ربنا كرمنا، خدنا البطولة خطوة بخطوة لغاية لما وصلنا الفاينل، وركزنا الحمد لله في الفاينل. الماتش كان صعب جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا في الآخر يعني. منتخب مصر يكسب تونس في تونس ومؤهلة للأولمبياد، وبتحطك على رأس مجموعة في كأس العالم في مصر 21، فبطولة مهمة جدا يعني. الحمد لله ربنا كرمنا، يمكن حاجه ما كانتش سهله ان انت تقدر تكسب البطوله هناك، لكن الناس كانت مستعده وكانت مركزه، وده كان باين في الماتشات يعني. بالنسبه لنا كانت كبيره كلنا، ان الرئيس متابع ويعني ان هو بيهنينا، بالنسبه لنا دي كانت حاجه مش قليله خالص. كمان الوزير اشرف صبحي والبشمهندس هشام حطب مهتمين جدا، كانوا مهتمين جدا بينا وكانوا متواجدين معانا، فيعني هو وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه مش مقصرين تماما معانا. الحمد لله كده والله توفيق من ربنا،
واجتهادات من الفرقه كلها جميعا بالمدرب كاتحاد كوزير الشباب والرياضه كجماهيريا برضو الناس كانت سبورت لينا قوي بصراحه، الناس واثقه فينا الحمد لله على اللي حصل، وان شاء الله تبقى دي خطوه من الخطوات اللي هناخدها ان شاء الله عشان الاولمبياد وكاس العالم اللي في مصر. الحمد لله احنا اثبتنا قد ايه احنا رجاله فعلا، اثبتنا قد ايه احنا متحملين المسؤوليه، قد ايه ان الواحد كل واحد فينا لما بيحط حاجه في دماغه بنقدر نوصل لها الحمد لله. ربنا اكرمنا لان احنا اجتهدنا بالزياده، وكان عندنا ثقه كبيره قوي في نفسنا، وكان عندنا تحدي ان احنا تونس كسبتنا مرتين في مصر، خدت اللقب من هنا من مصر مرتين، ان احنا لازم ان احنا ناخد اللقب ده من هناك، لان هو ده الوقت الوحيد اللي احنا نقدر نعمل فيه كده، وربنا اكرمنا اخر كرم الحمد لله وعملناها. انجاز في الفتره اللي فاتت دي كلها الحمد لله، ربنا كلل مجهودنا الحمد لله، ورجاله يعني الحمد لله كانوا على قد المسؤوليه بصراحه، بشكرهم جدا جدا والحمد لله على المكسب. الناس كلها الحمد لله شافت الماتش، الناس كلها متابعه الحمد لله، لينا رصيد الحمد لله عند الجمهور المصري، اللي احنا اصلا من اسباب يعني مش هو احنا المنتخب ده هو يعني هو الاساس بتاعنا مش الانديه يعني. فالحمد لله الواحد بيمثل بلده وفخور جدا بكل حاجه موجوده الحمد لله في بلدنا الحمد لله.